هتفضلي قاعدة كده كتير ولا ايه؟ قومي يلا. النسوان تحت عايزين حاجات كتير قوي. انا ما فاضياش، بنيم عبد الحكيم. عبد الحكيم مات الله يرحمه، بس لسه ولده حفيده في الدنيا، اسمه هيبقى باقي وعالي ومش هيتنسي. قومي روح امك. يدك الا وعزه جلاله اللي اقطعها لك. تقطعي ايد مين يا خدامه انت؟ كلنا هنا خدامين البيت الكبير، وبعدين انا ما فاضياش، انا بنيم ولد الغالي البكري، الحفيد اللي شافته عن جد الله يرحمه، واللي شاله بيده، واللي حسن عمره ما هينسى ان ولده مني هو اللي جده باسه في جبينه، هيبقى هو اللي على الحجر. شكلك مش واخده بالك انت ايه يا مفيد. انا مرت حسن والد عبد الحكيم. بقولك ايه، هو انت يا مفيده متاكده ان الواد ده ابن حسن؟ نعم. اصل انا بصراحه مش داخل دماغي الحكايه دي خالص. حسن الموضوع في ايه؟ قومي يا روح امك، قومي شوفي الناس اللي تحت عايزه ايه. يلا. قومي يا بنتي يلا.